السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمل المديني من الإدارة العامة لمكافحة العدوى. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نتكلم عن الإندوسكوبي يونت وطريقة تقييم هذه هي الوحدة. الإليمنت F2 السب إليمنت عندنا 18 سب إليمنت. الأكتيفيتيز فور أوديتنج عندنا الدوكيومنتيشن والستاف انترفيو والأوبزرفيشن. السكور راح تكون 0 1 و 2 or not applicable. sub element F2.1 ينص على أن يكون في written policy and procedure تكون available و implemented تطبق for reprocessing of flexible endoscopes عندنا اللي هي cleaning and disinfection between patients. ضروري يطبق ب يكون في أول شيء written policy procedure وتكون جميع البروسيس داخل اليونت مكتوبة ومسجلة. Review the policy which should be. طبعا البوليسي عندنا داخل القسم لازم تكون أول شيء comprehensive شاملة. It cover all aspects of infection control reprocessing of flexible endoscope. منها cleaning, disinfection and between patient. وكمان البوليسي والبروسيجر الخاصة بالانفكشوس ويست مانجمنت should be fully applicable. All elements of the policy can be applied and comply with the hospital scope of service. Number two تكون based on scientific reference منها الـ MOH reference, CDC, GCC وغيرها. كمان تكون انها signed من an authorized person مثل owner of the policy, the hospital director or medical director and concerned department. تكون approved by IBC committee وتكون valid يعني تحدث من بين سنتين إلى 3 سنوات. بالنسبة للبوليسي والبروسيجر الخاصة بالقسم لازم تكون أنه نلاحظ وجودها observation أنه البوليسي والبروسيجر are easily accessible to the staff whenever needed. وكمان الـ cleaning and disinfection in between patient لازم يعمل لها observation ويتم ملاحظة تطبيق هذه البروسيس داخل الوحدة. عندنا السب element F2.2 انه الـ healthcare worker داخل الـ endoscopy unit responsible for reprocessing of endoscopy يكونون qualified يكونون عندهم certification للريبروسيسنج للأدوات الإندوسكوبية وكمان يكونوا أخذين تريننج تدريب وكمان أنه عندهم القدرة أنه يشرحون جميع اللي هي البروسيس اللي تكون داخل وحدة إعادة اللي هو تطهير المناظر. بالنسبة للإليمنت اللي تم ذكره سابقا ممكن نعمل ستاف انترفيو ونسأل عن اللي هي الريبروسيسنج اوف اندوسكوبي سواء كان الخطوات الصحيحة للريبروسيسنج الخاصة بالاندوسكوبي او طريقة التطبيق الصحيحة لعملية تطهير المناظير. كمان نقدر نشيك بالبيرسونال فايل اللي هو السيرتيفيكيشن للريبروسيسنج والاندوسكوبيز اي سيرتيفيكيشن او اي دوره يكون حاصل عليها تخص هذا الموضوع وايضا الاتندنس ان تريننج اكتيفيتيز انه ممكن يكون في عندنا كونفرنس ممكن تكون لوكال او تكون ناشونال او انترناشونال ممكن يحضر وركشوبس يحضر سيمينارز كل هذه الاشياء اللي ممكن تساعد في تقويته بشكل علمي وعملي. نتكلم الآن عن اللي هو sub element F2.3. ال reprocessing area is physically separated. لازم تكون عندي ال dirty area مفصولة عن ال clean area for the procedure room. And access is allowed for authorized person only. وأكيد لازم فقط الأشخاص المخولين هم اللي يدخلون المنطقة. عندنا تتم هذه عن طريق ال observation وال staff interview.
كمان بالنسبة للإليمنت السابق، كيف نعمل له observation؟ أول شيء لازم أول نقطة تكون الـ reprocessing area التي تتم فيها تطهير المناظير منفصلة عن الـ procedure room التي تتم فيها نفس العمليات أو نفس الـ procedure، وتكون completely separated. There is a sign that indicate a restricted area for authorized person only. أكيد لازم يكون عندنا علامة أو لوحة تدل على أنه فقط المخولين يقومون بالدخول لهذه المناطق. نجي للسب element F2.4 اللي يقول عندنا انه the processing area are equipped with a separate detected hand washing sink with hand free control. اكيد لازم يكون في عندنا سينك مخصص لهذه المنطقه، ويتم عن طريق تحقق منها عن طريق الاوبزرفيشن وستاف انترفيو. نتكلم عن اللي هو نقطه الاوبزرفيشن. There is an adequate hand washing facilities equipped with all required supplies. يعني لازم يكون في عندنا السنك اللي موجود داخل الاندوسكوبي يونت تكون متاحة، مزودة بالسوب والواتر والبيبر تاولز الضرورية لوجودها واستخدامها. وكمان adequate refers to the availability of hand hygiene facilities around this work area. يعني لازم يكون سهولة الوصول لجميع السبلايز اللي تطبق فيها عملية الهاند هايجين، سواء السينك أو السانيتايزر للهاند راب. وكمان السينكس that use for any other works purpose like مثلا السينكس used for reprocessing of endoscopy are not conduct as hand washing facility for dietary service staff. تكون السينك المستخدمة في الاندوسكوبي يونت فقط للاستخدام داخل وحدة الاندوسكوبي، ولا يتم استخدامها من قبل أي ديبارتمنت أخرى أو لستاف خارج وحدة تطهير المناظر. نتكلم عن السبب إليمنت اللي هو F2.5. الريبروسيسنج اريا اللي تتم فيها عملية إعادة معالجة المناظير وتطهيرها will ventilated and under negative pressure. لازم تكون فيها ventilated كويس وتكون under negative pressure، وهذا يتم عن طريق أو ملاحظة عن طريق الobservation والstaff interview. نيجي الآن للسب إليمنت F2.6، يتكلم عن البيرسونال بروتكتيف إكويبمنت. لازم تكون متوفرة وأفيلابل وبكمية اللي هي المناسبة للستاف الموجودين، وما يكون في شورتج فيها. طبعا هذا يتم عن طريق الأوبزرفيشن والستاف انترفيو. طبعا في نقطة الأوبزرفيشن عندنا هنا أنه الهيلث كير وركر لازم يطبقون الـ appropriate use of PPEs، سواء كان الدونينج والدوفينج للـ PPEs بالترتيب الصحيح، ويلبسون الـ PPEs المطلوبة داخل الاندوسكوبي يونت. كمان نفس النقطة السابقة بالنسبة للستاف انترفيو، ممكن نسأل الهيلث كير وركرز داخل الاندوسكوبي يونت عن الابروبريت بي بي ايز اللي لازم يلبسونها وطريقة الدونينج والدوفينج الصحيحة للبي بي ايز. بالسب إليمنت اللي هو F2.7، الإمرجنسي أي واش سيفتي ستيشن أو إمرجنسي أي واش بوتلز، واحدة منهم هذه لازم تكون أفيلابل إن دي كونتامينيشن أريا، وتكون سهلة الوصول، تكون على بعد 30 مترز أور 10 سكندز فروم بوتنشال كيميكال إكسبوجر، إذا كان في حال تم تعرض الستاف نفسه للكيميكال إكسبوجر، ويتم هذا عن طريق اللي هو الأوبزرفيشن. كما سبق في اللي هو الشريحة السابقة أنه تتم عملية الأوبزرفيشن للي هو الآي واش ستيشن أو اللي هي البوتلز الخاصة بالآي واش in case of accidental exposure to chemical exposure and blood or blood products، أو ممكن يكون الإكسبوجر عن طريق الإنزيماتيك ديترجنت اللي يستخدم في المانيوال كليننج للسكوب، فكل هذه تعتبر chemicals ولازم يكون في عندي آي واش ستيشن مخصصة لذلك. نيجي للسب إليمنت اللي هو F2.8، يتكلم عن اللي هو طريقة الكلينينج للإندوسكوبي. All channels of endoscopy are flushed and external surfaces
are wiped with the detergent solution immediately at the point of use. أول شيء لازم يكون عندنا شيء اسمه البري كليننج، البوينت اوف يوز، لازم عندي الاندوسكوبي يتم عملية الفلاش والوايب بالسطح الخارجي immediately بعد البروسيجر، وهذه تتم عن طريق الاوبزرفيشن والستاف انترفيو. بالنسبة للنقطة السابقة رح نتكلم الآن عن اللي هو الأبزرفيشن. رح يتم عمل أو ضروري نلاحظ وجود أو تطبيق البري كلينينج فور اندوسكوبي ان كوركت واي، وأبزرف ذات ذير إز أفيلبل برودكت فور بري كلينينج ان سفيشنت أماونت، لازم يكون في عندي برودكت بكمية كافية لتطبيق البري كلينينج المطلوب. وكمان نسأل اللي هم الستاف عن الـ importance of endoscopy pre-cleaning، لازم يعرفون الـ importance وأهميتها، وأيضاً الـ negative impact of inadequate pre-cleaning. نتكلم الآن على هو sub-element F2.9. Solid endoscopy are transported safely to the reprocessing area in a suitable closed container with a clearly visible biohazard label. لازم يتم نقل اللي هو الاندوسكوبي الملوث أو بعد الاستخدام بطريقة سيف، بطريقة آمنة، للمكان الخاص بإعادة تطهير الاندوسكوبي، ويكون في عندنا biohazard label واضح وخارجي، ويتم عن ذلك عن طريق ملاحظة عن طريق الobservation والstaff interview. طبعا نفس ما ذكرنا في اللي هو سلايد السابق، تتم أول شيء عملية الobservation اللي هو collection of used equipment in closed, sealed and puncture resistant container. لتم عملية اللي هو نقل الاندوسكوبي الملوث في closed ويكون sealed، يكون محكم الإغلاق في اللي هو الكونتينر نفسه، ويكون puncture resistant. وكمان ممكن نسأل في الاندوسكوبي ستاف عن الـ preparation of dirty equipment and sending them to the reprocessing area، كيف عملية الـ preparation نفسها أو عملية نقل الاندوسكوبي نفسها اللي هو منطقة إعادة تطهير المناظير. نجي للسب element F2.10. Leak testing is performed according to the manufacturer requirement before manual cleaning and the result is documented. لازم leak testing عندي تكون تطبيقها يكون according للmanufacturer الخاص بها، وأيضا قبل المانيوال كلينينج، والريزولت should be documented، لازم يتم توثيق الريزولت، وتتم ذلك عن طريق الدوكيومنتيشن، الأوبزرفيشن والستاف انترفيو. طبعا بالنسبة للإلمنت اللي تم ذكره سابقا في السلايد اللي قبل، نعمل عملية الأوبزرفيشن اللي هي نشوف الأفيلابيليتي أوف ليك تيستينج that is suitable for all endoscopy types. يعني في عندنا different types of endoscopy، لازم يكون كلها موجود في leak testing الخاص فيها. وكمان نسأل الاندوسكوبي staff about the correct way for leak testing implemented، كيف تتم تطبيق عملية leak testing، the result if the endoscopy is passed the test and it can be used، نتيجة الاندوسكوبي تكون إذا كانت pass تكون واضحة وهم عارفين إنها pass وصالح الاستخدام مرة أخرى. نجي للسب element اللي هو F2.11. Endoscopy are manual cleaned, brush and flush. طبعا لازم أول مرحلة تتم عملية المانيوال كليننج، يتم عملية اللي هي البرش والفلش للسكوب نفسه اللي هي البرش الخاصة مع السولوشن اللي هو الواتر والديترجنت. Disposable single use brush should be used if not available. عندنا اللي هي reusable brush اللي يتم عملية تنظيفها وتطهيرها وإعادة استخدامها بعد كل، ممكن تكون بعد كل shift، فهذه تكون بديل اللي هي single use brush. We can ask the endoscopy staff about the correct way to apply manual cleaning، طريقة اللي تطبيق المانيوال كليننج الصحيحة for endoscopy and how to use the cleaning product effectively. لازم البرودكت الخاصة بإعادة تطهير المناظير يتم استخدامها بالطريقة الصحيحة، سواء كان ديترجنت، سواء كان برش وغيرها من البرودكتس. نجي اللي هو السب element F2.12. Reusable heat suitable accessories that break the mucus مثل البيوبسي فورسبس are cleaned mechanically and sterilized after each
يوز. طبعا في الادوات اللي هي تكون اكسسوارز او ملحقات مع الاندوسكوبي، لازم الاشياء اللي هي تكون كريتيكال اللي تدخل الاغشيه المخاطيه او تدخل مجرى الدم، لازم يتم اعاده اللي هي الريبروسيسنج حقتها من ناحيه التنظيف والتطهير وايضا التعقيم. تتم ملاحظه ذلك عن طريق الدوكيومنتيشن والاوبزرفيشن والستاف انترفيو. زي ما قلنا الاوبزرفيشن اللي هو الكوركت امبلمنتيشن فور مانوال كليننج للاندوسكوبي اكسسواريز، وابلاي ذا اكسسواريز ان واشر ديسانفكتور unless is not recommended by AFUS. اللي هي الاكسسواريز الخاصه بالاندوسكوبي ممكن يعمل لها فقط ديسانفكشن اكوردنج للاي اف يوز، لازم توضع في الواشر ديسانفكتور بالطريقه الصحيحه، والاتاتشبل بارتس توضع ويكون لها انسيرتنج بالطريقه الصحيحه. هذه بالنسبه للاوبزرفيشن. عندنا ممكن نسال الستاف عن او تو ديسكرايب ذا ريبروسيسنج سايكل اوف اندوسكومي اكسسواريز بالطريقه الصحيحه. عندنا اللي هو السب اليمنت F2.13 الهاي ليفل ديسانفكتنت يوزد شود بي ابروفد باي ام او اتش، لازم يكون ابروفد من الام او اتش، اند روتينلي تيستد تو انشور المينيمم افكتيف كونسنتريشن، لازم يتم اختباره بشكل يومي عن طريق اللي هو التست المخصص له اللي هو التست ستريب ار يوزد اند ريزلت ريكوردد، لازم تتم عمليه تسجيل الريزلت نفسها، والماتيريال سيفتي داتا شيت should be available ويكون followed، وتتم هذه النقاط عن طريق ال documentation، ال observation وال staff interview. ايش الدوكيومنت المطلوبه في هذا الاليمنت؟ اول شيء عندنا ال recorded result for minimum effective concentration in specified file، لازم يكون في فايل مخصص. النقطة الثانية الماتيريال سيفتي داتا شيت should be available inside the unit أو inside the department. الأوبزرفيشن عندنا the implementation of minimum effective concentration test، لازم نلاحظ وجود هذا اللي هو الامبلمنتيشن للتست نفسه، وممكن الستاف انترفيو نشوف اذا ان هم يعملون او يطبقون الفولوينج للسيفتي داتا شيت الاستراكشر الموجوده والانفورميشن ذات شود بي ريكوردد ان ام اي سي تيست فايل. اللي هو السب اليمنت F2.14 الاندوسكوبيز ذات ار ستورد ان ا كابينت، اللي هي اللي يتم تخزينها في الكابينت المخصص لها، نوت يوزد ار ريبروسيسد از بير مانيفاكتشر استراكشر فور يوز. ممكن بعض السكوب نفسها يتم تعليقها بس يمر عليها وقت وما تم استخدامها، لازم ترجع يعمل لها ريبروسيسنج من اول وجديد اكوردنج للمانيفاكتشر والبوليسي والبروسيجر داخل المنشأة الصحية. طبعا يتم تطبيق ذلك عن طريق الـ documentation, observation والـ staff interview. هو السب اليمنت F2.15 validated in automated endoscopy processor اللي هو AER should be used and a successful cycle is confirmed before the use of the endoscopy. طبعا لازم احنا لما نعمل inserting او reprocessing للسكوب نفسه نتاكد من انها ال AER شغاله بشكل جيد وكويس، نختبرها طبعا قبل ما نستخدم الاندوسكوبي للبيشنت اللي بعده. طبعا هذا يتم عن طريق الدوكيومنتيشن والابزرفيشن والستاف انترفيو. طبعا الدوكيومنتيشن المطلوبه في الاليمنت هذا اللي هي تشيك ليست فور ريبروسيسنج اوف اندوسكوبي اند اكسسواريز باي واشر ديسانفكتور. عندنا التشيك ليست اوف اندوسكوبي واشر وديسانفكتور فور سيلف ديسانفكشن اللي هو المانيوال، والاندوسكوبي واشر ديسانفكتور فور فانكشنال تشيكينج، والتشيك ليست فور ريبروسيسنج اوف اندوسكوبي باي مانيوال. بالنسبه للاوبزرفيشن عندنا الكوركت اوبريشنال فور اوتوميتد اندوسكوبي ريبروسيسور، لازم نتاكد انها تشغل بالطريقه الصحيحه، وممكن بالنسبه للستاف انترفيو اللي هو نشوف الكوركت انسيرتنج اوف اندوسكوبي اند اندوسكوبي اكسسواريز ان في الاي اي ار. Sub element F2.16 endoscopy are sorted uncolored
والهانجينج فيرتيكالي ان ا كلين دراي اند ويل فنتليتد ستورج كابينت. طبعا لازم يكون في اشتراطات لعمليه تعليق السكوب نفسه، لازم يكون بطريقه افقيه، ما يكون في اي التفاف في نفس اللي هو التيوب نفسه الخاص بالسكوب وداخل الستورج كابينت. وتتم هذه الملاحظات عن طريق الدوكيومنتيشن الاوبزرفيشن واللي هو ستاف انترفيو. Sub element F2.17. There is a tracking and tracking system that records different stage of decontamination. The healthcare workers involved storage and subsequent patients use. Records should be include patient name, medical record number, the endoscopies, the date and time of the clinic procedure, identification number and type of endoscopy and AER, result of an inspection and leak test and name of healthcare workers reprocessing the endoscope. طبعا كل هذه عندنا البيانات لازم انها تتسجل، يا اما تكون سيستماتيك او مانيوال. طبعا نلاحظ هذا عن طريق الدوكيومنتيشن الاوبزرفيشن والستاف انترفيو. اللي هو السب اليمنت F2.18 اللي هو البرونشوسكوبي should be performed only in a room with a negative air pressure. لازم يكون في اللي هو environmental parameter خاصة بهذا الروم انها تكون negative air pressure، وتكون الاير اكستشينج 12 اير اكستشينج بير اور، and discard the through HEPA filter system اللي هو refer to AIIR specification اللي هي السبيسيفيكيشن الخاصة بغرف العزل. طبعا يتم ذلك عن طريق الدوكيومنتيشن الاوبزرفيشن والستاف انترفيو. عندنا ريفيو ذا دوكيومنتيشن ذات بروف ذات اول اير فور برونشوسكوبي procedure are under monitoring for at least 3 months to ensure that. عندنا أول نقطة اللي هو continuous monitoring of negative pressure to ensure that air are always under negative pressure. وكمان log sheet displaying monitoring of air exchange per hour اللي هي 12 air exchange per hour are required. Air is exhaust outside 100% through الهيبا filter. The exhaust air dust are independent of the building exhaust air system. بالنسبة عندنا هنا للobservation للنقطة هذه الobserve air for bronchoscopy procedure in the endoscopy department to ensure that the negative pressure room where bronchoscopy is performed fulfills a requirement of an air in order to prevent risk associated with any aerosol generating procedure. There is 100% fresh air supply from central IC or console separate unit. Observe all engineering control measures with the help of biomedical engineers to ensure all specifications are met. الاسك الهيلث كير وركرز او الاندوسكوبي ستاف ان ذا بيشنت سيرفيس اريا اباوت. عندنا التوتال نمبر اوف اير ان ذا برونشوسكوبي او الاندوسكوبي يونت. اسك اف ذير از ا ديتكتد اير فور اول برونشوسكوبي بروسيجرز. اسك اباوت ذا سبيسيفيكيشن تو بي فولود فور اير اند اسيس ستاف نوليدج. اسك اباوت ذا فريكوينس اوف مونيتورينج اوف انفايرومنتال كنترول باراميترز.